طيب كريم برضو اعرف رايك. طبعا مباراه مهمه جدا، وعايز اقول اكيد كل الضغط على النادي الاهلي بشكل كبير، لان الفتره الاخيره نادي الزمالك متفوق داخل الملعب، متفوق كمان نفسيا في اكثر من مواجهه، وكمان الفريق عنده استقرار اكتر من يعني بقاله فتره مع جهاز فني فريرا اوريدي، يعني ما بنحسبوش مدير فني جديد لانه اوريدي كمان دي يعني الولايه الثانيه له. فبالتالي النادي الاهلي هو اللي عنده الضغوطات بشكل اكبر من نادي الزمالك. مارسيل كولر اكيد طبعا يعني بيفاجئ ان هو راجل له تصريح بيقول انا من ساعه ما جيت مصر الناس كلها بتكلمني على ماتش الزمالك. صحيح، يعني هو شاف ان الكلام كله على المباريات حاجه، ومباراه نادي الزمالك بالنسبه حاجه تانية خالص. صحيح. فبالتالي هو فاهم يعني ايه مباراه ديربي. المباراه بتيجي في بدايه موسم طبعا، لحد ما الاجنده بتاعتنا في السنوات الاخيره مبهدله شويه، ولكن اكيد الفريق اللي هينزل يوم الجمعه مختلف للنادي الاهلي، مختلف تماما في كل النواحي عن الفريق اللي لعب مباراه فاينل الكاس من حاجات كتيره جدا، من حيث الصف الاول بدنيا مختلف تماما عن اللي هيلعب يوم الجمعه. الصفقات الجديده ودعمها للفريق، وشفنا برونو سافيو وشادي حسين، وكمان في وجهه نظري عوده اكرم توفيق اللي واحده من المكاسب القويه جدا جدا للنادي الاهلي فنان الموسم ده. ربما طبعا اكبر خساره هو تاكد غياب اليو ديانج عن نص الملعب، كان اكيد لاعب هيفرق كتير قوي قوي مع النادي الاهلي. ولكن نهائي القرن 2020 برضو ديانج غاب عنه، اللي هو كان ساعتها بوزيتيف في التحليل بتاع كورونا. وبالتالي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى عند الجهاز الفني الادوات والخيارات البديله اللي تخليه قادر على تعويض غياب اليو ديانج ان شاء الله.